معنا في الحوار، في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة. لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة. وسعينا للعمال تبتل نفس مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة. وسعينا للعمال تبتل نفس مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة. وبين العالمين احنا بين العالمين، دولة تبقى الأولى. ذول صدر واسع يسعى الجميع ويتفاهم مع الآخرين. يا أخي كيف يعني يضربوا في كورة؟ والله عبدال دايما حرجني ودايما كاسرين عيني في الحلة. كان ما حسيت اللي يقولوا عليه شنو؟ خلاص عبدال، هم بيحترموك وبيسمعوا كلامك، أحكك عليهم ونحاول نقنعهم. خلاص هذي طاقتي حقت طاقية فحلين والله، لكن هذا كلام عجيب. يضربوا في كورة؟ انت الغالب فيهم من؟ والله ما بعرف افضل. انت اللي قالك منو ما بعرف وين مقالو ماشي على جمرة. يلا البالونة ابتخجل هذول، ابتختشي زول كبير يا اخي، اختشى على عمرك يا اخي، اختشى على سمعتك في الحلة يا اخي. فاتحين انا وسط الناس يا اخي، يا اخي في بني ادم عاقل بضرب اخوه في كورة؟ افضل انت فضيل، اقول لك حاجة، انت ما شفت عمل شنو؟ عمل شنو يعني عمل شنو؟ افضل نحن ناس ذكية بنعمل كيف صايد في ضرب رياضة، ناس عبد الله في صايد يجي على الطريق قدام الناس في ضيق، يجي في وشي يقول لي هسه طرفته فيني عزول. ما تخيل شنو يعني قالك هيك، شنو يعني ها هسه ما انا ما شكلتني انا شنو قال كده، ما يقول ما يقول هيك في اجميع. طرب نفسك يا اخي، طرب نفسك عادي، ما تقول لي في وشي وعك. ها شفته عطيه، انت بدون كوره رضيضه بدون كوره رضيضه. اسمع حين هوي، انت الكبير والكبير لازم يكون كده يا اخي. معقوله فاتحيننا في الحله ومشكلين لكم في كوره؟ الكلام ده منك صح؟ الكبير منها فضيله. ما الكبير انت الكبير منه؟ فضيل عاد شوف مرتك البلوله. انت بتغلط من منو هذول بتدزدز في عمرك؟ انا ودعمك قمنا سوا، ودي زوجتي واختك. الكبير ما انت عبد الله بن مهمه بيقعد معايا. انا من الليله شفت باب الحوش ما يجي معك بيه، افتح حوشه لقدام يا زول. يا زول يا هزول الكلام ده كيف يعني؟ كلام ده عادي. شوف اقول لك كلام يا البلوله، الكلام ده عوج منك. انا بقول لك هنطردك على احنا الحق ده، اقالك طعوا رقبتنا بنقول. يا هزول كيف يعني تقول لاخوك يملك يفتح لي باب ثاني في حوشك ده يملك به هناك يعني؟ والله شنو؟ اقول لك كلام يا البلوله من الاخر كده، احنا حنجيب مليوه ده هنا ويجيك هنا ده وتصالحوا وتلعبوا وخشمك ما تفتحوا. فاهم ولا ما فاهم؟ ها قلت شنو؟ عبد الله اللي ما بيكون معايا هنا، عبد الله اللي ما بيكون معايا كيف هذا؟ انا هزاكية عليك كلام عينينا نايم زي كأنه ما عمل أي حاجة. مليوة فضيل هاي أنا بصاحب الراحة الدق هاري جسمه لا جدا يستاهل ذات بركة البالونة الدقة صاحب الراحة. هاي صاحب الراحة مسكين. مليوة قوم بميشك في شنو؟ في شنو أبو أنا في شنو؟ في شنو هو ما في شنو كمان وراقد من بطح نايم وشخر؟ ما يكون في شنو اخوانا في شنو؟ قول ما في شنو عليك الله، قعد هذول قعد. قول ما في شنو؟ فضحتونا في الحله يا اخي. قوم على حيلك. قاعد شنو كمان عندك نفس تقعد؟ يا اخي احنا الحله يا اخي اكلوا وشنا يا اخي. يا اخي اي الداخل والنازل والطالع كله يتكلم مليوه والبالونه ضاربوا، مليوه والبالونه اتخانقوا. ليه؟ ليه؟ يا اخي انتوا هسه جايني من هناك، جايني في موضوع البالونه، موضوع الكوره.
لا اله الا الله. لا يعني يجيك شنو؟ يعني يجيك في مشكله الكون ولا شنو يعني؟ انت عارف هسه انت عامل شنو؟ انت اسئت للاسره الكبيره بتاعت الناير كلها. يا فضيل يا اخي موضوع جايني هنا سايقني من اضاري جاريني اليوم. انا موضوع الكون ده ما بمشي له، ما بمشي له، ما بمشي له. هذا انت مش هذول انت صغير؟ ما ماشي. بتمشي يا عمليوه؟ كيف ما بتمشي؟ ما بمشي يا فضيله. قلت لك بتمشي والله. يا عمليوه يا اخي انت الصغير، احنا مشينا للبلوله وقعدنا معه، لكن كمان انت هذول زول كعب ذاتك، زي ما تبقى كعب زيه يا اخي. انت الصغير تعال على روحك ومش صالح. ماني ماشي يا عبدالله، ماني ماشي، ماني ماشي. خلاص عشان خاطرنا انا واختك دي يا اخي جايين من اخر الواقع عشان نسوقك انت لصالحكم. هذا ماني ماشي يا عبدالله. لا انت موضوعك ده عناده ولا رجاله ولا حسنه ولا شنو يعني؟ لا عناده لا رجاله لا حسنه، لكن ماني ماشي. لا بتمش والله، اقرعك دي فوق رقبتك تمش. لا لا ماني ماشي. اقوم علي؟ قوم على عبدالله. لا لا عبدالله ما تقوم، بالحسنه بمشي، بالحسنه بمشي. الحبوب تفرتقك. راحي هاد بلولا اخوي مليوه وجبنا لك هاش نقولك. تعال هنا، انا موضوع شافك مهتمه، انتوا في ظل مهتمين بالموضوع البلولا. اقعد، انت مشجعي الزاكيه ولا عبد الله؟ انا هاي انت. انا في ظلها خونه. خونه هنا هذا انت مجنون ما مجنون فريق انا وهي شنو الخونه ما خونه؟ بعدين انا لا صراحه الفريق ده انا ما عندي وجع علاقه، انا زول روحي رياضيه. انقلبوه ما بزعل، انقلبنا بنفرح. يشوف عبراهم في الفريق ما عندهم زين، ما عندهم عبد الله بن، ما عندهم لعيبه زاد. ها زور والله يا عبد الطيب والبن على المده مسك لك الكوره. اها اها ومن الطرف الشمال وقلت ها ولد بابي كذا بمشي مع زور هاي بلا بن معك بلا كب. احد وهذا اخوانا نهد شنو؟ خزات تقول له اوفسايد. اوفسايد شنو؟ اوفسايد شنو؟ عبد الله يرفع الرايه. ها زور يا زور اصبر شوي يا اخوانا. والله يرفع الرايه يا خليك من الرايه. والله اوفسايد. خلاص اصبر شوي يا زور. الحكم راشدنا البالون اخوي. هاي 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 يا اخوانا تدون معاكم فرصه ولا نقوم نخليهم تتضاربوا ثاني؟ انت الكوره اللي بتغالطين فيها دي وتضاربتوا فيها وطلعت روحكم فيها دي طلعت كبكب. هي تمت؟ جمهور عبد الله خش خرب الكوره. جمهوركم البلوله اخوي. جمهورنا منظم، جمهورنا في ظل. انت بتعرفوا كويس زاكية ما منظم؟ لا والله دليل النظام ظاهر ذاته فيك انت. هاي جمهوركم البلوله. اه يا هوي جمهوركم البلوله ده هسه عدتوا عليك والله بتختشوا الاثنين. ما بتختشوا على دمكم وما بتخيلوا؟ ما ترفعوا راسكم كف الحين لو انتم بتتضاربوا في كوره اصلا ما تمت. ما خربها؟ خربها منو؟ خربها ما خربناها، ما خربناها. الكوره مين ما خروبها؟ الكوره بتخربوها انتم بيزلوكم اللي بيزوقوا فيه ده كلام ليكم يا اخي؟ اقول لكم كلام. الموضوع ده اعتبروه انتهى. واحنا نعتبر روحنا ما شفنا ولا سمعنا. تقوموا هسه تدعافوا قدامي عشان انا عازمكم قعده ظريفه كذي بمناسبه الصلح يعني. يلا دعافوا. والله انا روحي رياضيه ما عندي مشكله. مد له يدك. العفو. ما قلت قبلي؟ كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال نبتل في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة وسعينا للعمال نبتل في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة.
بين العالمين، احنا بين العالمين، دولتنا تبقى دولة.